لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله راكم صحوا، إن شاء الله راكم ملاح، إن شاء الله دوام الصحة والعافية. في موضوع اليوم راح نشوفو بريباراسيون دو لا شامبر دو مالاد. في مواضيع سابقة خاصة بالامتحانات كان كاين سؤال خاص بلا شامبر دو مالاد بريباراسيون، والله واش يلزم يكون في غرفة المريض. راح نشوفو اليوم كيفاش راح تكون لا شامبر دو مالاد. قبل ندخل في الموضوع ما تنساوش جيم وبارطاج دي قناة باش يوصلك كل جديد. نبداو على بركة الله. بريباراسيون دو لا شامبر دو مالاد، تحضير غرفة المريض. واش لازم يكون في غرفة المريض؟ شوفوا كيف كيف الكور، وفي النهاية راح نديرو بتوتريزيمي اللي تدوها معكم ليكزاما فينا ان شاء الله. لا ريسيبسيون دي مالاد دون ان ميليو اوسبيتالي اي ان مومون تري امبورطون. لا كاليتي دو لاكاي اي اون غروند امبورطونس كار ال دو ايفي شي لو مالاد سون دي مون دو كونفيونس اي دو سيكوريتي. استقبال المريض في وسط استشفائي هو لحظة جد مهمة، ونوعية الاستقبال راح يكون عندها أهمية كذلك كبيرة جدا، لأنها تجعل المريض يحس بالثقة والأمن. لاكاي دو مالاد استقبال المريض هي اللي راح تخلي لك الكليما دو كونفيونس بين المريض والوسط الاستشفائي. أولا شومبر دو مالاد إل سوفخا سولون ليطا دو مالاد، غرفة المريض راح تكون حسب حالة المريض. واحد لا درافيتي دو مالاد إكزيجي دو شوا دون شومبر فاسيل داسي، درجة خطورة المريض هي اللي راح تخلينا نختاروا الغرفة سهلة الاستعمال ولا سهلة الاستقبال. ثانيا لا كرونيسيتي دو لا مالادي انسيتي ا شوازي اون شومبر اغريابل اي كونفورتابل، نقصد بها المدة الزمنية للمرض هي اللي راح تخلينا نختاروا غرفة تكون مريحة وجذابة بالنسبة للمريض. كاين مرضي نوع من المرض اللي يخلي مثلا المريض يستريح في الغرفة نتاعو يوم يومين، كاين بعض الامراض اللي تخلي المريض يريح عندك اكثر من 15 يوم اوقات حتى لشهر ولا تفوت. لهذا لازم نختار غرفه تكون مليحه ومريحه بالنسبه للمريض تاعنا. ديسكريبسيون دو لا شومبر ال دواتاتر ان ميليو ايجينيك، بالنسبه لاختيار الغرفه لازم تكون في وسط صحي. باش تكون غرفه صحيه ونظيفه لازم تتوفر على بعض الشروط. العنصر الأول لوميغ بين قوسين لافابل، بالنسبة للجدران لازم تكون قابلة للغسل باليد، سواء نوعية الطلاء راح يكون يغسل باليد ولا راح يكون عن طريق الفايونس. عنصر اثنين لو سول الأرضية، دواتاتر ان ماتيريو فاسيل انيتواي بين قوسين كراج، لازم تكون الأرضية سهلة للتنظيف وراح تكون فيها مواد تمتص الفوضى. يوم ماتيريو كي ابسورب البروي بقوسين تابي فليكس. العنصر الثالث لايراسيون الي اسيغي، هنا راح نحكو بالنسبة للتهوئة وراح نحكو على العناصر اللي لازم تكون في التهوئة. عنصر واحد بار لي فاسيستا ولا لبوستي ايراسيون بيرمانون، ايراسيون بار فوناتر ايراسيون تومبورار. بالنسبة للكليراج إلي كولكتيف ولا انديفيديال إلي أسوري بار، راح نحكو على الإنارة راح تكون سوا مجموعة بين قوسين نقولو عامة ولا خاصة بالغرفة فقط، واللي رايحين نضمنوها عن طريق واحد لا لوميير ناتورال اللي هي لا لوميير دو جور ولا دو سولاي، لا لوميير ارتيفيسيال بار لي لومب. بالنسبة للإنارة راح تكون طبيعية اللي هي الشمس، وبالنسبة للليمير ارتيفيسيال ولا الاصطناعية عن طريق المصابيح. عنصر اللي بعده اللي هي شوفاج، لازم تكون في الغرفة شوفاج قولوا المدفأة اللي افكتي بار لي رادياتور راسيورين توبيراتور امبيونت، المدفأة اللي راح تضمن درجة حرارة تكون معتدلة في الغرفة. بريز ديليكتريسيتي بور لا ميز اون مارش لاباراي الكتريك مثلا لي سيجي لاسبيراتور الى ما ذلك، قولوا مآخذ الكهربائية لتشغيل مختلف الأجهزة مثلا ECG إلكتروكارديوغرام ولا الأسبيراتور اللي كاين عندنا في لاشومبر. كذلك لازم سورس أكسجين اللي هو مصدر الأكسجين راح يكون في المير، ولا سورس داسبيراسيون كذلك راح يكون بجانب سورس أكسجين مأخذ الأكسجين.
باختصار غرفة المريض هي اللي راح تحسس المريض بالثقة والأمان بالنسبة للميليو والله الوسط الاستشفائي. إذا كان حطينا المريض في غرفة نظيفة وغرفة تكون معتدلة فيها جميع المستلزمات، أكيد راح المريض نتاعك راح يتحسن بالخف، أكيد المريض نتاعك راح يحس بالثقة نتاعك وراح يحس بالأمان بالنسبة للمستشفى اللي راه فيه. المريض إذا خلينا في غرفة تكون ما فيهاش أبسط أمور الراحة، أكيد راح المريض تاعك رايح يطول العلاج نتاعو، وأكيد المريض بسيشيكمو رايح يتعب أكثر من الحالة اللي راه فيها. باختصار إذا كان سؤال في الامتحان، وش هما الأمور اللي لازم تكون خاصة بغرفة المريض؟ أولا أول عنصر راح يكون لولي بالنسبة للمريض، راح يكون عنده لازم يعند عنده سرير خاص به مع المستلزمات الكاملة للسرير. أكيد الغرفة راح يكون فيها المير، الجدران، راح يكون فيها الأرض، راح يكون فيها الستائر، راح يكون فيها تهوئة مليحة خاصة إذا كانت الغرف قريبة لبعضها. أكيد كذلك غرفة المريض راح تكون فيها نوافذ بالإضافة للإنارة، الإنارة الخاصة بالغرفة والإنارة الخارجية، ومدفاة إذا كانت فصل الشتاء، وبالنسبة لل براد إذا كان في فترة الصيف. أكيد أي غرفة راح يكون فيها المأخذ الكهربائي لمختلف الأجهزة اللي راح نستعملها بالنسبة للمريض. العنصر اللي مهم هو مصدر الأكسجين، سورس أكسجين وسورس تاسبيراسيون. أكيد بعد ما يعود عندك غرفة بالنسبة للمريض راح لازم نحاول أنه نحافظ على الهيجين تاعها، النظافة تاع الغرفة. وصلنا لنهاية الموضوع، إن شاء الله يكون عجبكم، انتظرونا في المواضيع القادمة إن شاء الله، ما تنسوا الجيم وبارتاج للقناة باش يوصلك كل جديد. بالنسبة لمواضيع الامتحان النهائي، راح نحاولوا كل مرة نصحوا موضوع، إن شاء الله كامل تستفادوا من هذه المواضيع. قرروا في روحكم وسلام.